السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شلونكم شباب؟ شو اخباركم؟ طبعا الليد داخل عندي مولع، هو حق ضغط الكفرات. نشوف ضغط الكفر كم. اثنين واربعين. ما شاء الله، المفروض يكون 35. ما ادري شو الاوادم، يعني حط لك 40 لان نجيب. مكتوب عليه 35، مكتوب عند الجيب 35، بس ما ادري شو الاوادم. شوفوا 2.4 بار 35. بس ما تدري هالأوادم، يعني شيكت كل التوالي تقريبا نفس الشيء 42 45. فالأفضل يا شباب انه تخلونا 35 طبيعي حق كل السيارات، 32 35. أموركم طيبة. إذا بتخليه 45 وأنت ماشي بيزداد، بيصير عليك البريشر داخل 50 52، حسب الحرارة والجو. الحين حار كلش، فبراحتكم شباب، بس لسلامتكم خلوه 35 وتشيكوا على التواير. ما تشوفهم شر.